مشاهدينا واولى فقرات يوم جديد بينورنا في الصحافه الالكترونيه كل يوم خميس الكاتب الصحفي الاستاذ محمود الجندي. صباح الخير. صباح نستعرض معاك اهم الاخبار وهنبدا معاك من موقع المصري اليوم وبيتكلم عن مشكله العشوائيه في الاداء الامني وكذلك اطلاق نار عشوائي في مشاجره بالمؤسسه بشبرا الخيمه وحرق 5 أكشاك. طبعا الفلات الامني اللي احنا ما زلنا بنعاني منه ويمكن الفتره الاخيره دي نسيناه، يعني نسينا ان في حاله انفلات امني في الشارع. كانت امبارح المشاجره بين شخصين تطورت ان كل واحد جاب قرايبه وحرقوا 5 محلات وابتدوا يضربوا نار على بعض. علم الامن تحرك كان يعني اللي ارتكب الجريمه او بدا المشكله دي اختفى. للاسف احنا مشكله الانفلات الامني نسيناها. المفروض ان احنا يعني نبقى دايما عيننا على ده لان ده الاساس. الناس في الشارع دلوقتي مش مطمنه وهي ماشيه، صح. يعني محدش مطمن وهو رايح شغل، محدش مطمن وهو في بيته. لا، والناس بقت تتعامل مع يعني الوضع بقى خلاص، يعني كل واحد يحمي نفسه. يعني هو ده فعلا المنطق دلوقتي. الناس بتتعامل ان هو كل واحد اللي يقدر يحمي نفسه، اللي يعرف يجيب سلاح عشان لا ربما تحصل ظروف اسوأ. صحيح. ودي مشكله. انت وكان في امبارح بالليل حاجه استاذ محمود مش عارفه الصحافه اهتمت بيها ولا لا، كنا على كوبري اكتوبر، كنت راجعه من المهندسين. طبعا بلاك بلوك، وكان في ده كان ايه؟ وكان في حريق كبير جدا قطع الطريق نص اكتوبر اللي جاي من مصر الجديد. كانت في اشتباكات، هم بيطالبوا بالافراج عن زملائهم المقبوض عليهم، وقطعوا كوبري اكتوبر وحرقوا اطارات السيارات وكده. وتم التعامل معاهم. في كانت حصلت اشتباكات طبعا مع امن المتحف المصري. لكن الحمد لله جت سليمه، يعني المتحف لم يتاثر بالمولوتوف الترامى والحاجات دي. ففي النهايه احنا غياب الدوله يعني واضح جدا في الشق الامني. طيب نتحول للموقع اليوم السابع وحاجة على لسان عصام العريان، وبيقول صندوق النقد ليس شرطا لتعافي الاقتصاد ولن نقبل قرضا بشروط مفروضة. يعني هو يعني بيضيف لنا معلومات عظيمة الحقيقة. يعني طبعا القرض موجود جاي، أو إذا حصلنا عليه فهيكون لسد عجز الموازنة، دي أول حاجة. تاني حاجة هو بيقول إن احنا لن نقبل بقرض مشروط. ليه شروط سياسيه؟ لا، بالفعل انت نفذت كل الشروط، يعني انت 70% من الشروط نفذتها. ترفع الدعم خطوه خطوه، ابتدى ده ياثر على الناس. المواطن العادي ابتدى يحس من الاسعار ارتفعت، السلع، البنزين، كل ده. هو السؤال الكهرباء. اللي بيطرح نفسه كمان، يعني هو مع احترامنا للعريان، طبعا ايه صفته ان هو يتكلم اصلا عن صندوق النقد؟ يعني دي برضو من ضمن الاشياء الغريبه. انه في تداخل برضو، ما زلنا قدام مشكله ان الاخوان المسلمين هي التي تحكم ام الرئيس محمد مرسي. المشكله دي مش قادرين نتخلص منها. طيب ننتقل لموقع الشروق وبيتكلم عن مشكله الازهر الحقيقه المتكرره، يعني الحقيقه بتعذبنا كلنا. رئيس اتحاد طلاب الازهر يحذر من حوادث تسمم جديده، يعني احنا متوقعين تتكرر. ودلوقتي في اشتباه ان هو يعني فعل وشيء طبعا مقصود يمس شيخ الازهر. يعني هو يعني الكلام دلوقتي الموضوع داخل في اطار سياسي، يعني مش مجرد ان هو اهمال. هو طبعا في جزء من الاهمال حصل اذا كان الاشخاص اللي يعني تردد ان هم ورا الموضوع تورطوا فيه. وصلوا للمطعم وقدروا يحطوا ماده سامه في الوجبات، فبالتالي في جزء من الاهمال. لكن المسؤوليه او القضيه في الاساس هي سياسيه. هي المقصود بها ضرب شيخ الازهر او اجباره على ترك منصبه. فبالتالي احنا عاوزين تحقيق سريع عشان نعرف من سيتحمل ومن سيدفع فاتوره التسمم الاولاني والواقع الثاني. في حد بس دايما صوت كده يطلع يقول لك، يعني حتى لو في يعني نظريه المؤامره، هو مال شيخ الازهر اصلا؟ هو مش في رئيس يعني لهذه الجامعه؟ واللي يعني هو شيخ الازهر ده منصب مش المفروض ان هو يهتم بكل كبيره وصغيره بداخل الكليات؟ ده بيعكس ان في ليها بعد الموضوع ليه بعد سياسي. ان الهجوم كله بينصب على شيخ الازهر مش على رئيس الجامعه. بالظبط. فده بيأكد الشكوك دي. طيب في سؤال تاني، هو تم تغيير رئيس الجامعه. تمام. الرئيس الحالي لم يصدر اي تصريح، ويعني ولو احنا نلتمس العذر ونقول نديله فرصه، هو لسه جاي وليس مسؤول عن هذا الاهمال او تكرار الواقع تاني. موقع الاهرام بيقول بالصور الاثار تنجح في ايقاف بيع 6 قطع اثريه مصريه في صاله مزادات كريستي بلندن. يعني ازاي تم اكتشافها دي؟
انا يعني الموضوع ده تحديدا انا كنت يعني قربت من اداره اسمها اداره الاثار المستردة في وزاره الاثار. الاداره دي بتعمل يوميا، فيها ناس مخلصين، في ناس بتشتغل بتتابع كل صالات المزادات العالميه اللي بتبيع اثار مصريه. وللاسف يعني اذا كان تم يعني وقفنا البيع في 6 قطع، فاحنا عندنا عشرات القطع بتباع يوميا. مفيش قرار سريع، يعني الاداره دي بتعمل دورها وبتقدم ورق وصور ووثائق تؤكد ان الاثار دي مصريه ومسجله. ما بعد ذلك الخطوه اللي بعد دي ما بتحصلش. يعني انا عاوز اقول لك اداره بهذه الاهميه وبهذه القيمه بتتابع كل اثار مصر اللي بتباع على مستوى العالم، فيها جهاز كمبيوتر واحد احيانا لما بيعطل بيقعد بالاسبوع مش موجود، اللي من خلاله بيتابعوا ايه اللي بيتباع. في كارثه، في كارثه، في عشوائيه زي ما نقول في طبعًا. كل القطاعات. يعني اليوم السابع تتكلم عن موضوع نبيل العربي، وبتقول لجنه برئاسه العربي لتنظيم الاقتراض الخارجي وجدوله الديون. مش عارفه تحرك سيد نبيل العربي غريب شويه. هو اللجنه كانت اعلنت عنها الرئاسه ان في لجنه لجدوله الاقتراض. كنا نتمنى ان يكون في لجنه لبحث المشروعات القوميه اللي احنا ممكن نبتدي نشتغل عليها. مش عشان ننظم الاقتراض والفلوس اللي جايه مين هيدينا قرض ومين وهنصرفهم في ايه. يعني مش هي دي المهم. احنا ما بندورش على ان احنا نقترض، احنا عاوزين ننتج وعاوزين يعني عجله الانتاج تشتغل تاني وتبتدي نعمل مشروعات. مش نعمل لجان عشان هنستلف ايه من الناس. يعني هذا كلام غير منطقي. يعني انت دوله المفروض عندك موارد حاول تنميها، عندك مشكله ان انت مش عارف تنميها يبقى عندك ازمه اكبر. لكن فكره ان انت كل همك ان انت تعمل لجان او بتسعى تعمل لجان عشان انت ازاي تقترض وازاي هتصرف، يعني ده حل مش بالذات ان لسه الرئيس المصري حاول يلمح يعني اللي هو هيعيد امجاد عبد الناصر. وده يعني كان تصريح غريب جدا، لان احنا عارفين تاريخ عبد الناصر مع الاخوان طبعا يعني وبعض قيادات الاخوان. هذا من باب الانصاف وليس الاشاده بعبد الناصر. يعني لكن عبد الناصر مش محتاج اشاده من الاخوان. يعني الشعب كله النهارده احنا بمناسبه عيد العمال، العمال شايفين الفرق، الصوره صحيح. عامله ازاي من عبد الناصر لمرسي، فرق ضخم. المصري اليوم، كنا زمان قبل ما اقول لك العنوان ده، كنا زمان لما المصريين يعني يتزنقوا قوي ويحتاسوا قوي يقولوا يا ريس ايام مبارك بقى، يا ريس الحقنا، يا ريس اعمل لنا، يا ريس. دلوقتي يقول لك ايه؟ يا جيش انزل، يا جيش الحق. حتى موضوع الازهر ده نزلوا فيه الجيش طبعا. فموقع المصري اليوم بيقول لك الجيش يتولى توريد التغذيه لمدينه الازهر الجامعيه حتى نهايه العام الدراسي. ده احنا ما شفناهوش في اي بلد في العالم قبل كده. يعني دلوقتي بنلوم على بعض الناس اللي بتطالب بعوده حكم العسكر، لكن الحقيقه ان من في السلطه الان هم مطلبون دعم القوات المسلحه، وبالتالي يعني انت كسلطه لا تستطيع تدير الدوله، وكل شيء بنلجا للقوات المسلحه. شيء صغير قوي، مدينه يعني جامعيه، حاجه بسيطه يعني. ووجبات وكلام، يعني كلام فاضي. مش فاضي يعني. ففي النهايه انت بتلجا للجيش في ابسط الامور. اذا انت ما فيش دوله، ما فيش وزارات، نلغي الوزارات دي كلها ونعتمد على الجيش. طب ما تيجي نطلع شريرين شويه ونقراها بشكل شرير. معلش يعني يعني ممكن دي يكون هنا مؤامره على الجيش. يعني حتى اذا تكرر مثلا موضوع التسمم ده تاني، هيتقال ايه ساعتها؟ هيتقال ان الجيش بيسمم المصريين؟ وهيتقال ان في اهمال في الجيش، ونبتدي نخش في دائره لا التطهير والكلام الكتير اللي بيتقال. استنزفنا الجيش الفتره اللي فاتت كلها في الشارع، في اعاده الامن، في مطارده البلطجيه، ودلوقتي بنستنزفه حبه حبه في حاجات يعني في مدينه جامعيه، في حاجات ما دور الوزراء وما دور الموظفين والناس دي دورها ايه؟ اذا كان الجيش تهميش يعني تهميش لدور الوزراء ما فيش. هم لو ليهم دور فعال ما لن يلجا شخص للجيش. طيب موقع العربيه بيتكلم عن وفود حكوميه مصريه، بيقول زيارات وفود حكوميه للارشاد، مكتب الارشاد طب. تثير جدلا حول من يحكم مصر. هو اصلا مش جدل يعني، هو مش جدل. هو دلوقتي اكيد يعني احنا مش هنخمن، هو مكتب الارشاد اللي بيحكم بشهاده مستشار الرئيس المستقلين وغيرهم كتير، وما يعني الناس بتشوفه وما نراه يعني صحيح. فالوفود الاوقاف وبعض القضاه ان يعني مصادر جوه مكتب الارشاد بتقول ان هم اعضاء في جماعه الاخوان اللي هي جمعيه يعني اذا برضو الكلام لسه قائم ان جماعه الاخوان ومكتب الارشاد. طب مكتب ارشاد الجمعيه الاهليه ولا عاوزين نفهم بس ايه وضعهم القانوني.
يعني انت قننت على الورق فقط لا غير، لكن انت بتمارس السياسه وبتقول الجماعه ما بتقولش الجماعيه. وليه المفروض دي اتحركت للمكتب؟ لان هي يعني طلبا للدعم مثلا؟ لا يعني هو من التنسيق طبعا، دايما الناس بتذهب لمصدر السلطه مباشره. والصوره دلوقتي واضحه من هو الذي يحكم ومن مصدر السلطه، فبالتالي الناس الوفود دي بتتوجه في عمليه تنسيق مع مكتب الارشاد اللي هو الجمعيه الاهليه زي ما احنا قلنا. طيب اخر عنوان معانا استاذ محمود من المصري اليوم، وبيقول قيادات عماليه، مرسي خطب امام كومبارس من الحديد والصلب. كومبارس دول مأجورين يعني؟ يعني هم العمال طبعا في الحديد اللي قعدوا يهللوا دول وفكرهم بايام الرئيس. قالوا احنا ما حضرناش وتم منعنا، والامن الوطني كان موجود في المصنع قبلها باسبوع بيامن، وتم اختيار بعض الاشخاص هم اللي هيحضروا لقاء الرئيس مرسي. ده طبعا بينسف ما ردته جماعه الاخوان والمنتمين للاخوان، ان الرئيس راح للعمال وخطب لاول مره من داخل مصنع من وسط العمال واحتفل معاهم. هذا كلام على لسان عمال المصنع الحقيقيين. امال اللي عاملين اضراب العمال اللي عاملين اضراب دول عباره عن يعني مش عارفين عمال من بلد مش عارفين يعني واضح ان في برضو يعني منظومه او اليه الكذب دي ما مستمره، او فعلا انتقاء لبعض الشخصيات هي بس تتواجد امام الكاميرا كما كان يفعل حسني مبارك. مشكله يعني، لا مختلف الامر. في خبر اخر يمكن مش موجود معانا دلوقتي بس لفت نظري الحقيقه في اخبار امبارح، استاذ محمود بيقول ان الكنيسه المصريه تجاهلت تماما دعوه الاخوان والسلفيين لحضور احتفالات عيد القيامه، وتوجهوا بالدعوه بشكل يعني حار جدا لمشيخه الازهر والدار الافتاء المصريه. هنا عن قصد ولا نقراها ازاي؟ يعني خلينا نقول ان هم كانوا دعوا الرئيس محمد مرسي انه يجي الكاتدرائيه، طبعا لم يذهب. كانت قدامه فرصه كويسه جدا يعني انه يكون فعلا الرئيس لكل المصريين. دي اول حاجه، بغض النظر عن تصريحات من ينتمون السلفيين والاخوان. صحيح. وحرام ان احنا نهنيهم، الكنيسه بتخاطب الازهر لانه مستنير. هذا هو نموذج الاسلام المستنير وممثل الاسلام المستنير. هم شركاء في الوطن واخواتنا وبناكل وبنشرب مع بعض. فبالتالي كل ما يقال اصله حرام تهنيهم، اصل كل ده كلام غير منطقي. فبالتالي هي الكنيسه يعني تعاملت في الطريق الطريق السليم. صحيح. ان الازهر هو الذي يعني هو الممثل الرسمي والوحيد. صحيح. وده تأكيد يعني من قبل كل الناس طبعا. إن في مرجعيات ثابتة، مرجعيات ثابتة في بلدنا، الكنيسة المصرية ليها يعني التقدير والاحترام، والأزهر كذلك وكذلك الأزهر هي دي المؤسسات المعنية طبعا. وبالتالي أي بقى خبر هيصدر من أي حد إحنا كمان كأعلاميين مش هنهتم بيه. بشكرك جدا أستاذ محمود الجندي الكاتب الصحفي، نورتنا. نشوفك إن شاء الله الأسبوع الجاي، وكل سنة وأنت طيب.